قبل كل شيء نترحموا على خوتنا اللي في غزة قبل هذا الشيء باسكو جمع الموضوع نترحموا عليهم ونقول لهم احنا فعلا قلوبنا معاهم هذه هي. ثانيا نشكر لي زافوكا المحامين اللي وقفوا معايا نشكر هدى ودحمان المحامين اللي معاها ساندونا هذه اولا بعد تسقسي على جمال ابري دوزون جمال مازال في قلب امه مازال في قلب اخته مازالوا هكاك مضرورين به كانهم البارح ضربت فلوس سي با فاسيل دوبليي ماهيش ساهل باش الانسان ينسى ولا يخيط الجوك ولا يقول لك ما ينسى مين المحلي تنسى الجوك مازال هو هو اي سيرتو من بعد ما عاودت المحكمة نادات وعاودت اتفكرت يماه فكرت وش صرا وش هذي نقولوا ربي يرحمو ونلزمنا في كلامنا الأول اللي قلناه ما نتغيروش عليه ما نتغيروش عليه وما كلاش نعاود بلي قبيل خاوتنا وكبابنا هذي مازلنا شادين فيها الدوزيام دي شوز مازلنا مأمنين بالعدالة نتاعنا فوزون كونفونس على جوستيس هاديك اليوم في الجلسة سيدي اليوم في الجلسة قلت للقاضي بتأثر يعني قلت أنه جمال حرقوه بعد ما قتلوه وقتلوه بعد ما حرقوه نعم اليوم كنت تقصد ربما الاتهامات التي وجهت إليه نعم أنه أساسيني بفرع قبل ما يموت ونحرق نعم ونحرق بعد ما مات وين تشوفي في دولة وين إنسان يطلب الماء يطلب سيجارة يطلب أي حاجة يوفرها له هو في ذاك لو مومون دو مورير لو مومون سافي كي لالي مورير كانت الريق ناشف فيه حنا نعرفو شنو هذيك طلب الماء طولو ليسونس الأم نتاعو تسأل اليوم لليوم تسأل هل نضر ولا ما نضرش خمم فيك ولا فيا خمم واش يعني واحد الأسئلة اللي ما كان حتى واحد اللي يقدر يجاوب عليها إلا الله اللي يعرف واش كانت لأن نزلت مغرورة نزلت مجرورة وش نقولوا والله اللي مشى من الله يحفظ الجزائر ومن دير حاجة يخلص عليها من دير حاجة يخلص عليها هذه الفئة هذه ما تمثل إلا نفسها وتخلص عن الأفعال اللي اليوم جمال بن اسماعيل الله يرحمه يعني فارق الحياة بطريقة يعني فظيعة جدا كنت هضرت قلت في الجلسة احنا الكل نموتوا لكن طريقة موته طريقة الموت كيف اليوم ممكن المحاكمة أحيت مشاعر الحزن فيكم هل كيف تفضل الموت الموت على كل واحد كيفاش مات بابا ماتت يما جدة وليدي واحد يعني الموت كله البشاء اللي مات به لا فاصون دو مورير ماهيش هذيك هي لا كروسيتي اللي داروها فيه ماهيش هذيك هي ينضرب ينجر من الشعر يعني اللي يدير فيه ما يكون يدير الا صحن النار مدير فيها الفلسطينيين هذيك هي الموت اللي مات بها الميليتي فاسد اي اون بليس دو سا قبل هذا الشيء وسخوه قبل ما يقتلوه بالتهمة ها بنا اللي كان يشعل في المدرسة لا وين رايحين بها سيدي لا مش ما كثرش عليك الأسئلة على بالي أنا نقدر حالتك النفسية يعني ربي معك لكن كلمة أخيرة أنتم متأسسون كطرف مدني في القضية لازلتم متأسسون منذ بداية التحقيق ما هي كلمتك الأخيرة للعدالة ويعني كلمة تفضل نعم نعم يعني تأخذ مجراها يعني ما نعم نعم كلمة أخيرة للسلطات القضائية نعم العدالة تأخذ المجرى نعم إلا سمحني لي تسمح لي مشاكل معاه نقولها اون توت سونسيبيتي تسمح لواحد قاتل وتسمح لواحد يبيع المخدرات وتسمح لواحد يبيع لي بسيكوتروب رانا مشاركين معاه جوردي انا سيرتي في العداله نطلب من العداله تاخذ مجرى كل واحد يخلص على ما دار ما نظلموش الناس اللي ما داروش وما نسمحوش الناس اللي داروا
ما نغمضوش عينينا على الناس اللي دارت. اليوم دارت هذا الشيء وغدوه دير اكثر من هذا الشيء. ما نتمناهوش باش معليش فقط ضعوا تذكرني في هذا التسجيل مهم جدا. قلت لي الوالده ربي يطول في عمرها الزوجه الكريمه لحد الساعه تستذكر جمال اسماعيل الابن الذي يعني قتل غدرا، لكن قلت لي بتاثر انها ترفض يعني ما تحبش تغسل ملابس. نعم دقيقه هذه عنده شي حوايج اللي ينحاهم في قبل ما يجيبوا، ما حبت تغسلهم، ما حبت تعطيهم، ما خليتهم هكاك يعني مأثرة.